مازال عندكم الوقت. لا علاقاش حنا عندنا الوقت. علم خيط الفجر القصيدة هذه. القصيدة القصيدة الجاية قصيدة على الشيخ تاع المؤسس تاع الزاوية الزيانية في مدينة القناديسة الشيخ سيدي محمد بن بوزيان. هو من الأولياء أولياء الله الصالحين اللي قيل فيهم كثيرا من الشعر وغني بعضه يعني بعض من هذا الشعر اللي قيل في هو شعر ملحون على كل حال من بين القصيدة هذه اللي نالت رواج كبير ورحنا بالك نظنوا باللي تكون وصلت هنايا قصيدة الشيخ سيدي محمد بوزيان. التحيات جل ما عندي ولي بلا تغيرك يا سلطان وانت سيدي وشيخي يا ابن بوزيان طريقك بعيدة يا ابو يحت الما مكان وانت سيدي وشيخي يا ابن بوزيان غيتني يتفاجأ المحال غيتني دوك راهبان وانت سيدي يا ابن بوزيان وانت سيدي يا ابن بوزيان. تفاجأ المحام يا طب كناني
ويا الوالي بوزيان في عارك راني يتني يتفجال محاك يا ضي عياني ويا الشيخ بوزيان في عارك راني يتني يتفجال محاك يا طب تناني ويا الوالي بوزيان ونصلي لبدا على الهادي راحت البدان مهدي يا لبدا على حبيبي رسول الله نمدح مول الجاه محبة للنبي البرهان صرخت من نادى المفضل بن بوزيان يا عز الصحراء ويا الوالي بن بوزيان في عارك راني يا الشيخ بوزيان في عارك راني وخيتني يتفاجأ المحال يا طب تناني ويا الوالي بوزيان في عارك راني وخيتني يتفاجأ المحال يا طب بغيت في بحرك نتهنى وتسول الكشرة بعد همي نرجع عشران يا ضي عياني طلب ربي ياخد بيدي يبرات نكادي يذهب عني كل حزان أنا ولادي نكسى وبحلة الإيمان ودخيل جدودك الولاد جميع أحفادك ودخيل زواجك ليس الرافنا شيطان يا كحنا عارا شيخ بوزيان في عارك راني خيتني تفاجأ حزيني جازي الحجي دار من الشجعان والشيخ الغازي دخيل بيهم المثل عيان أولاد با حمزة شيخ علي بن عبد الله بن يوسف ربه شيخ المشيخ بن بوزيان وزواج وتقاه راه بن عقبة فضلوبان شيخ من وفا فيه املا السر الفتان يا عز الهالي اروع الشد لي كيسان والقطب الوالي بنمشيش امام البيزان شيخ مداني يا الوالي بوزيان في عارك راني ويا الشيخ بوزيان في عارك راني خيتني تفاجأ يا طب تناني ويا الوالي بوزيان
حمام يهواني القطب الرباني غيتنا يا سيدي بوم ديال بحر المعاني أبو يحمد يهواني قطب الرباني غيتنا يا سيدي راشد بحر المعاني بن حرازم يسقي الدمعان يا عز الوالي يا الغربي حج المسكين يا حضر لي في الحين يا الغربي يا الاخوان قولوا له امين الله يجعلنا من جيران سيدي بوحافي يا الغزالي شيخ مجيد عالم به فيه كل من شيخ بالبيان والعط بالوالي ويا الشيخ ابو زياد في عارك راني غيتني تفاجأ البحار يا طب كناني ويا الوالي ابو زياد في عارك راني غيتني تفاجأ البحار يا طب غيتني تفاجأ المحال يا ضي عياني ويا الوالي بوزيان في عارك راني غيتني تفاجأ المحال يا عز الوالي ويا بوزيان سيدي يا بوزيان شيخي يا بوزيان الله الله بوزيان كيف الله سيدي محمد يا بوزيان الله الله مولى القناة الزهراء العار علي يا بوزيان صالحين ابن بوزيان ابن بوزيان كيف الله سيدي محمد ابن بوزيان الله الله مولى القناة الزهراء العار علي يا ابن بوزيان راجل غير فلان فلان شيخي يا ابن بوزيان ابن بوزيان كيف الله سيدي محمد ابن بوزيان الله الله مولى القناة الزهر ويل عطشان Yeah.
مات الخرفان سيدي يا ابن بوزيان ابن بوزيان يا الله الله سيدي محمد ابن بوزيان يا الله الله مولا القناة الزهراء العار علي يا ابن بوزيان Yeah.
شكرا للجميع. داب الشيخ محمد مجادي المدعو بن درويش. اللي باقي حي من جماعة لي زونسيان تاع الفرداق واللي دينا عليه الكثير على كل حال. الشيخ العربي بسطام. الشيخ العربي بسطام العود وأداء اللي مسمية عليه الفرقة الفرداق زبير عبد القادر. الآلة اللي طبل لي يعزف عليه هو الفردة الدربوكا محمد البشير الزبيري الدربوكا. الكم دروكيا محمد البشير كم يا سفيان على التعيريجا لا نوفال جينيراسيون كي بابيرمت ان شاء الله لا كونتينويتي نتاع الاخر. رشيد عفون البندير الشيخ الحسن قرزي كمان جاء هو عنده مسار قديم وطويل في الأغنية الشعبية والأغنية التقليدية نوتر كلانداي وشعبي تاع الجزائر وتاع قسنطينة والشعبي تاع شمال الجزائر عبد القادر علوي عود وغنى هذا واحد ثاني اللي بلا بيه ما تكونش الفردة الحاج بوحزمة صفقوا عليه مليح هذا لا نوفال جينيراسيون دائما معنا طالبي العرج موندور وعلى المهراز المهراز سيدي ايوا تسمع نخير المهراز بوحزمة تهامي وخادمكم وخادمهم زيدي حسين